موجز الأخبار من وكالة رمل الأنباء. رفضت وزارة الزراعة دخول شحنة البطاطا المستوردة من لبنان إلى الأردن والبالغة 7,000 طن بسبب عدم تزويدها بالوثائق الحقيقية التي تطمئن الجانب الأردني بسلامة هذا المنتج. قالت دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف أن قرار رسوم دخول الأراضي السعودية لمن يرغب بتكرار العمرة أو الحج قدرها 2,000 ريال سعودي أي ما يعادل 380 دينارا أردني اتخذ قبل عام ونصف العام تقريبا ودخل حيز التنفيذ العام المنصرم. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تاجر يقوم بإعداد زيت زيتون مغشوش عن طريق تحويل زيت الصويا بعد خلطه بنكهات وألوان صناعية، وضبط بحوزته خزان سعة 4 متر مكعب مملوء بالزيت المغشوش. أظهرت دراسات متوقعة أن عدد سكان الأردن سيصل إلى ما يقارب 10 ملايين نسمة مع نهاية شهر تشرين أول الحالي، وذلك وفقا للسعة السكانية الموجودة على الموقع الإلكتروني لدائرة الإحصاءات العامة. وارتفع عدد سكان الأردن خلال عام 2017 بحوالي 199,000 نسمة. إلى الشأن العربي والعالمي، حذرت لجان مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية من مخطط إسرائيلي جديد لتحويل مستوطنة حلميش غرب مدينة رام الله إلى تجمع استيطان كبير يخدم أراضي المواطنين ويفصل عدداً من قرى المحافظة عن بعضها البعض بعد عملية الاستيلاء الأخيرة على أراضي مواطنين قريتي دير نظام والنبي صالح في محيط حلميش. قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مذكرة أرسلتها أمس للكونغرس الأمريكي أن تؤجل مؤقتاً التعامل مع طلبات معظم اللاجئين من 11 دولة تعتبرها عالية المخاطر، في حين ستستأنف استقبال لاجئي دول أخرى كما ذكر مسؤولون حكوميون أمريكيون. إلى الشأن الرياضي، أكد سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم أن الاتحاد سيقدم كل دعم ممكن للأندية بهدف الإشهار الرسمي للرابطة المحترفة. وقال الأمير علي خلال اللقاء الذي جمعه مع لجنة الأندية المحترفة أن الاتحاد سيقف إلى جانب الأندية بهدف مساعدتها حتى تصل إلى المرحلة التي تستطيع أن تعتمد على نفسها. تعادل فريق الرمثا ونظيره العقبة تعادلا سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على استاد مدينة الحسن في إربد ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الأردن، ليقطف الرمثا أول نقطة متساويا مع العقبة بنفس الرصيد في المجموعة الأولى. وفي المجموعة الرابعة تغلب المنشية على ضيفه ذات راس بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المفرق. إلى حالة الطقس، تكون درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية الاعتيادية وتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والبادية وتكون دافئة في الأغوار والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. نهاية الموجز، وللمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الإلكتروني rumonline.net. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.